اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إن لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فكل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله مولانا العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد اب میں ملتوی سو جناب وسیع نقوی صاحب سے کوئی تشریح لائیں اور حدیث سے پرارتھ ہوں اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمه زهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمه انها قالت داخل على ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمه فقلت عليك السلام قال اني اجد في بدني ضعفا فقلت لعوذك بالله يا ابت من الضعف فقال يا فاطمه اتيني بالكساء الجماني فاتيني به فاتيته بالكساء الجماني فاتيته به فصرت انظر عليها واذا وجهه جتر له كانه البدر في ليله تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمعة فؤادي فقال يا أم إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فلقبل حسن نحن الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتظن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا والدي ويا صاحب هوزي قد زنت لك فداخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا والدي ويا قرة عيني وسمت فوادي وقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فداخلنا الحسين نحن الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختر الله وتذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد زنت لك فداخل معهما تحت الكساء فالعكبل عندك ذلك أبو الحسن علي ابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها وما ولد تحت الكساء فلقبل علي نحن الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوالي قد زنت لك فداخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم
ثم أتيت نحن القصة فقلت السلام عليك يا عبد يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت القصة قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد زنت لك فداخلت تحت القصة فلما تمنى جميعا تحت القصة حاز عبي رسول الله بطرف القصة وأومع بجد الجمعان إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وحاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويزني ما يزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أداهم ومهب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فجل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك على وعليه وعذب عنهم رجسا وطاهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سلطان السماوات لما خلقت سماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل لهم على البيت نبوة ومدون رسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال جبرائيل يا ربي أتزن لي أن حبت إلى الأرض لأن أكون معهم سادسا فقال الله نعم قد زنت لك فحبت أمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي العلى يقرك السلام ويجزك بالتية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا عرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجركم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فألتزم لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإلا وإنه نعم قد أذنت لك فداخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لعبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم فقال علي لعبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل الله عند الله فقال نبيا صلى الله عليه وآله والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيهم جميعا من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة فحفت بهم ملائكات واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال عبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في من معفل أهل الأرض وفيهم جميعا من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموما إلا وفرج الله همه ولا مهموما إلا وكشف الله همه ولا طالبا حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسهدون وكذلك شيعتنا فوز وسهدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة برای خوشنودی محمد و آل محمد صلوات